حسين مشيك مراسل القاهرة الإخبارية معنا مباشرة من موسكو. بعد التحية حسين، إذن المنطقة شارسي فيار يعني واضح أنها منطقة مهمة لأن الجيش الروسي دخل إلى الضاحية في هذه المنطقة، فلماذا تعد هذه المنطقة مهمة بالنسبة للجيش الروسي بالتحديد؟ نعم حساني، هذه المنطقة حتى هذه اللحظة لا يمكن لأي أحد إعلان السيطرة الكاملة عليها، إن كان الجيش الروسي أو الجيش الأوكراني. لازالت المعارك تدور داخل المدينة وأيضا في الأحياء المتاخمة لها، وبالأصح هي ليست مدينة إنما يمكن وصفها على أنها بلدة لأن مساحتها صغيرة جدا مقارنة مع المدن التي تم السيطرة عليها من قبل الجيش الروسي في مقاطعة دونيتسك. لكن المعلومات المتوفرة من الجبهة تتحدث عن تقدم للجيش الروسي، عن السيطرة أو سيطرة الجيش على خطوط أكثر فائدة في مقاطعة دونيتسك وتحديدا في المنطقة، كما أيضا تشير المعلومات إلى أن عدد من القوات الأوكرانية تترك المنطقة وتفر إلى خارجها، وهناك أيضا ضغط من قبل النظام الأوكراني وتحديدا من قبل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على قواته من أجل البقاء في المنطقة، أي أن الجانب الروسي يصف القرار الأوكراني والخطوة الأوكرانية بأنها عملية انتحار، لأن الخبراء يشيرون إلى أن الجيش الروسي سيسيطر على هذه البلدة كما سيطر على المدن الأخرى من مقاطعة دونيتسك. هناك تقدم واضح للجيش الروسي في مقاطعة دونيتسك، وأيضا في المسار نفسه هناك ضربات روسية عالية الدقة يتم توجيهها على مراكز ومنشآت للصناعات العسكرية الأوكرانية في مدينة خاركوف، بينما تشير المعلومات إلى أن الجانب الأوكراني أصبح مقتنعا 100% بأن الجيش الروسي سيتقدم نحو خاركوف وسيسيطر على مدينة خاركوف، لذلك يقوم الجيش الأوكراني بإجلاء المدنيين من مدينة خاركوف لتحويلها إلى أرض للمعركة المقبلة بين الجيشين الروسي والأوكراني. أيضا هناك حديث روسي حساني عن أن القوات الروسية لربما توجه ضربات أيضا عالية الدقة على منشآت ومراكز للجيش الأوكراني لم يتم استهدافها خلال الفترة الماضية، أي تأتي هذه الضربات في إطار الرد الروسي المزمع على ما قامت به أوكرانيا حسب الخبراء الروس. نعم. من تنظيم لهجوم إرهابي على مركز كروكوس سيتي، بالإضافة أيضا إلى أن الجانب الروسي على ما يبدو أيضا بصدد القيام بهجوم على الأراضي الأوكرانية وتحديدا على مدن محددة من قبل القيادة العسكرية الروسية للسيطرة عليها، وأيضا لإنشاء المنطقة العازلة التي توعد بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل حماية المدن الروسية الحدودية من القصف الأوكراني المتكرر. نعم، يعني كما قلت حسين لم يتم التأكيد على أن يعني الجيش الروسي سيطر بالكامل على منطقة شارسي فيار، لكن السلطات المحلية الروسية تتحدث عن أنه تمت يعني دخول هذه المنطقة من قبل انسحب الجيش الأوكراني من منطقة مهمة هي أفديفكا. هل سيطرة الجيش الروسي على شارسي فيار يعتبر أيضا بعدا استراتيجيا عسكريا مهما بالنسبة للجيش الروسي لو سيطر عليها بالكامل، وخاصة أنها تقترب عن مدينة باخموت بعدة كيلومترات؟ حساني، تشيربس فيار ليست كأفديفكا أو كمدينة باخموت، فتلك المدن كانت مدن محصنة أكثر للجيش الأوكراني، وأيضا مدن أفديفكا، سوليدار، باخموت، ماريوبي، نحن نتحدث عن مدن سوفيتية أي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فعندما تتحدث عن مدن سوفيتية بطبيعة الحال فورا الخبراء يعلموا بأن هذه المدن هي مدن محصنة، لأن الاتحاد السوفيتي في ذلك الحقبة كان ينشئ المدن وينشئ مدن تحت الأرض لشبكة القطارات وأيضا كتجهيز لأي حروب يمكن أن يخوضها في المستقبل، إضافة أيضا إلى وجود المصانع الكبيرة جدا، فتلك المدن كانت مدن صناعية بالدرجة الأولى، إضافة أيضا إلى أنها مدن كان يتحصن بداخلها الجيش الأوكراني، لذا استغرق الجيش الروسي وقتا لتحرير أو للسيطرة على هذه المدن، لكن البلدة التي تجري المعارك بداخلها الآن ليست بالأهمية
الأهمية التي تولى لمدن أفديفكا وأيضا لباخموت وماريوبل، لكن أيضا المعارك عنيفة داخل هذه البلدة، وهناك أيضا تقدم للجيش الروسي، لكن السيطرة الكاملة الحديث عنها غير صحيح في هذا الوقت. حتى الآن وزارة الدفاع لم تعلم مثل هذه المعلومات، وأيضا المصادر العسكرية من الجبهة صحيح. لم تعلم مثل هذه المعلومات. فقط هناك تأكيد روسي عن أن القوات الروسية تخوض معارك عنيفة في البلدات والأحياء المتاخمة للبلدة. نعم هناك دخول روسي واقتحام روسي لهذه البلدة، لكن هذا الدخول يحتاج إلى وقت للسيطرة على هذه البلدة صحيح. لربما الأمر يحتاج إلى أيام وليس أسابيع. إذن التطورات سوف نكون معك فيها بالضرورة عندما يكون هناك جديد. أشكرك إلى الآن من موسكو حسين مشيك.